مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، تعرض المعلق العماني المعروف بقنوات البي سبورتس القطرية خليل البلوشي لهجمة شرسة من قبل الذبابة الإلكترونية الجزائرية، وذلك بعد نشره لخريطة تضم جميع الدول العربية بما في ذلك خريطة المملكة المغربية كاملة. أثارت هذه الخريطة حفيظة العديد من الجزائريين الذين قاموا بمهاجمته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال المعلق العماني في تدوين: اللهم ارفع البلاء والمحن عن كل المسلمين، يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا مفرج الكروب يا مزيل الهموم، نسألك بقلب خاشع ونفس مؤمنة أن ترفع البلاء والمحن عن جميع المسلمين في كل مكان. اللهم إنك تعلم ما لا نعلم وتحيط بكل شيء، لا نسألك إلا الخير، نسألك أن تزيل عن عبيدك كل ما يؤذيهم، وأن تبدل محنتهم بفرج قريب، وأن تسكن قلوبهم الطمأنينة والأمانة. ويذكر أنه مباشرة بعد تعرضه لهجمة كبيرة على صفحته في فيسبوك، قام المعلق العماني بحذف الصورة المذكورة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.